كلنا بنحسب الوقت والهم يلي بيرافق كل مشروع نقل أغراض من مكان لآخر، خاصة الأغراض اللي حجمها كبير، إن كان على صعيد فردي أو كشركة كبيرة. يلا بيك أب تطبيق بيختصر وقتنا الضايع من خلال نقل البضايع الكبيرة بأسرع وقت ممكن. عرفنا أكثر عن حالك. اسمي إليت توم، تخرجت من الجامعة بلبنان as a civil engineer، مهندس مدني، وجيت لهون اشتغلت صرنا شي 13-14 سنة اشتغل كمهندس مدني وبروجكت مانجمنت كمان. إليم، شو الفكرة وراء إنشاء مشروع أو تأسيس شركة؟ كنت مرة طالع على البيت من موتور سيتي، ودائما بي on the outskirts of every community هون بتلاقي في بيك أبات هيك ناطرين على الطريق. سو اجتني هالفكرة، قلت أنا ليش ما بوصل اي كونكت العالم اللي بدها تراك مع عالم عندها تراك. ساعتها اللي عنده تراك ما بينطر على الطريق بالشمس، واللي بدها تراك ما بتروح تتنبش على الطريق. يعني شو كان الهدف الرئيسي وراء البدء بمشروع او تأسيس هيدا المشروع؟ لأنه دبي هلا فيجن 2021، يعني رايحة صوب مدينة ذكية. سو وي ونت تو كونتريبيوت، بدنا نخلق شيء وسيلة سمارت ابلكيشن تو كونكت بيبل هو ونت تراك مع ناس هو نيدز اكشلي تراك كمان عنده تراكات. إلي، نقل أثاث المنزل منه حدث كل يوم بيصير، ولا حتى نقل المعدات الضخمة تبع الشركات، فكيف بتوفي شركة من هيدا النوع الزبون تبعها منه كل يوم متوفر؟ إحنا الموديل تبعنا موجود لعالم بدهم ينقلوا الأساسات، والبزنسز اللي بينقلوا أغراض لزبوناتهم هن البزنسز نحن متكل عليهم، مشان هيك اللي بينقل الأساس is part of the model. ولحديد اليوم أيها أكثر شركات كانت تجاوباً مع تطبيقكم؟ شركات من الإي كوميرس كمان عم نشتغل معهم، في عندك شركات شحن بدهم last mile delivery. هل يلا بيك اب بيقدم ضمانات للنقل الآمن؟ وإذا حصل ضرر مع مين المسؤول عنه؟ نحن المسؤولين عن الضرر، بس بيصير كل وحدة it's case to case basis. يعني إذا الزبون عنده شيء valuable بده insurance on the goods، ساعتها بنشتغل on insurance on the goods. بس نحن كضمان السيارة مضمونة، الدرايفر مضمون، وفي انشورنس كمان اون ذا جودز اذا الكلاينت بده. هلا عندك انت الكاستمر they can create an account، واذا عندهم company so they create a company business account لانه بيجيهم اذا discounts على volume معين، وindividual كمان they can create an account. So if you log in using Facebook عندك يا بتشوز book a truck as a service يا ما book a mover. Okay. So let's try with book a truck. بدي truck هيدي sizes تبعها 1.3. هون دغري بجوجل بيقول لك وين انت اللوكيشن تبعك، وهي اللوكيشن كمان فيك تسيفيها، ودغري بيطلع لك السعر هون هذا السعر استيميتد فير. يرجع عندك اي ما بدك اياها للتراك، بدك اياها بكره اليوم، سو بتنقي اي ساعه لان احنا عندنا اون ديماند كمان. اوكي دون. اذا بدك هيلبرز مساعد كمان فيك تحطي مساعد ليساعد، وإذا بدك باكجين كمان بتعمل باكجين. هون عندك سامري عن الأوردر من هون لهون، قديش في ديستنس، شو نقيت التراك، أيمت بدك إياها، بدك هيلبرز يس انشورنس. يو كان أبلاي كوبون، بيجينا مرات نعمل نحن للشرك بروموشن كان أبلاي دايما. هلا إذا لا يو كونفيرم بوكينج، فيك تدفعي هلا أما بتدفعي ليتر، ليتس سي باي ناو. بيطلع عندك أوبشنز، يا بتدفعي كريدت كارد يا كاش، بس تقولي كاش بوك ناو. كونغراتوليشن يور يلا بيك اب بوكينج دون سكسسفولي. اوكي بس يصير هيدا الشيء موجود عندنا على الدرايفر، بيصل له الابلكيشن انه عندك نوتيفيكيشن انه بدك تجيب هالدليفري من هالميل لهالميل. بس درايفر يستقبل الاوردر، قال له اوكي اكسبت ذا اوردر. هون بيجي انه هيدا الدرايفر تبعك، ذيس از مثلا الي درايفر، ذيس از مي، مع الموبايل نمبر مع البليت نمبر. And then you can track the order. يعني بتحط التراك بتشوف الدرايفر وين هو. يعني بشوف وبقدر اتواصل معه مثلا اذا اتواصل معه حسب اللوكيشن. حسب اللوكيشن هي اللي هون. اذا بتشوف الدرايفر كمان في يكون اوف ديوتي، مش انه سو ما بيجي نوتيفيكيشن، اذا بده يرتاح انه هون في روح على البيت ولا في يقعد وات ايفر، بس تيجي نوتيفيكيشن بيستقبلها عرفتي، which is very good for the drivers. يعني ما بتلاقي انه افضل يكون عندكم وسائل النقل الخاصه فيكم؟ بالموديل الجديد بالعالم هي التكنولوجي، وانا ما بدي يكون عندي اسيت لانه في غير عالم اللي انا بحطهم على البلاتفورم تبعي
عندهم هالبيك اب بيتس وما بدي اعمل كومبيتيشن معهم. يعني اذا بتاخذي اكزامبل مثل اوبر، اوبر ما عنده ولا تاكسي مع انه هو اكبر شركه تاكسي بالعالم. يلا بيك اب مثل اوبر بس فور بيك اب تراك. وبالنسبه ليلا بيك اب، اي وسيله تواصل او اعلان حسيتوها الاقوى لانتشاركم؟ سو للانديفيدجوال كان اكثر شيء سوشيال ميديا موجود، للانديفيدجوالز اخذنا كثير تراكشن منهم، بس للزبائن كان اكثر اكزيبيشنز يعني مثل جايتكس هون. شو اكثر التحديات اللي واجهتك؟ انه تقدري تنقي السائق بحد ذاته والشركه اللي بتشتغلي معها. ثاني تشالنج هي كانت كمان التمويل، يعني مش هينة تمولي شركة بعد صغيرة. يعني ليه أنتو اخترتوا دبي لحتى تبلشوا فيها يلا بيك اب؟ فبلشت من هون، ليش قررتوا تبلش من دبي؟ دبي لأنها هي good launching pad، إنه بيشجعوا هن السمارت ايدياز كمان هون. من بعد هيدا التحديات وصلنا لهيدا اليوم مطرح ما هي يلا بيك اب، كيف بتشوفها بعد سنة، بعد 5 سنين أو حتى 10 سنين من اليوم؟ احنا نقدم كمان خدمات تانية للشرك on top of taxi for your belongings، بس بعد 10 سنين في فيجن لأن بيلا بيك اب هي هلا إذا بدك تنبشي على شغلة بتروحي على جوجل. سو نحن يلا بيك اب هي رح نكون كمان هيك، إذا بدك أي بيك اب تراكس كان عندك شركة ولا لأغراضك كمان، أول شيء بتفكري فيه هي يلا بيك اب. يعني قد إيه ممكن تتوسع خريطة عملكم؟ من هلا الفيجن هلا 5 سنين to cover the whole GCC and MENA region. وبعدين we're gonna go global. شو أكتر لحظة أم أكتر قصة نجاح أثرت فيك؟ من أول تربيت عملناها كان في شخص شاف صوفة عدو بزل، بس ما كان معه سيارة تروح تشوف الصوفة ولا تقدر to transport it، وعرفت بالأبليكيشن من جايتكس، فقالتنا روح نجيب الصوفة من هيدا المطرح نجيبها لعندها. وشي was very happy، بس شوف هيك عالم مبسوطة إنه سهلنا حياتهم، هيدا الشيء بيبسط يعني كمان. أكيد. شكراً لك إلي، وإن شاء الله من تقدم لتقدم. مرسي كتير، يعطيكم العافية. Thank you. نقل الأغراض الضخمة أو أثاث المنازل بحاجة لمساعدة محترفين بأمن النقل السليم والسريع. يلا بيك اب تطبيق بحاول إيجاد حل لنقل البضائع ذات الأحجام الكبيرة، إن كانت بتخص بيتنا أو مكان عملنا.